مطالبين بمنحهم الرعاية الأكاديمية ومساواتهم بزملائهم ممن يحملون نفس المؤهلات والعاملين بمركز البحوث والتطوير التربوي بعد اجتيازهم للامتحانات والمقابلات التي تمت للحصول على هذه الوظائف الأكاديمية. المشاركون في الوقفة الاحتجاجية حملوا قيادة المركز والحكومة تجاهل مطالبهم القانونية والحقوقية، مؤكدين استمرار وقفاتهم الاحتجاجية أمام مقر الحكومة والمالية والمركز للحصول على حقوقهم. نحن مجموعة باحثين معينين في مركز البحوث منذ ما يزيد على عامين، الجميع حاصل على مؤهل دكتوراه وماجستير كحد أدنى. تم توجه لمركز البحوث ما يقارب 300 باحث. اختارت لجنة المفاضلة المكونة من 10 دكاترة وأستاذ دكتور ما يقارب 60 إلى 70 باحث، حصلوا على قرارات بالتعيين في مركز البحوث منذ عامين أو أكثر، ولكن من ذلك الحين الآن لم يتم نقلهم في مركز البحوث، ولم يتم تسوية أو ضياعهم المالية أو سوتهم زملائهم الحاصلين على نفس المؤهل في نفس المركز. أود بس أرسل رسالة، أتمنى أن المسؤولين يسمعوها، بلادنا في هذا الوقت وفي هذا الأزمة بحاجة للمؤهلين وبحاجة للعقول المفكرة. لا تكونوا أيها المسؤولون سبباً في نفور العقول والأكاديميين الموجودين في بلادنا.